رياسو برنامج بيقدم باللغة العربية كل المعلومات اللي بتهمكم انتو كقادمين جدد كمتواجدين بالقارة الأوروبية. رياسو برنامج جديد خصيصا لكم مستمعينا ومشاهدينا العرب وين ما كنتوا. كل يوم جمعة 7 المساء ببرنامجنا حكون موجودين بأكثر من مكان بهولندا. نقدم لكم هذا المكان شو بيقدم لكم انتو كيف انكم تستمتعوا فيه وتتجولوا بهي الأماكن. كل جمعة 7 المساء حنحكي كيف ممكن تندمجوا بالمجتمع الأوروبي بطريقة سهلة وسلسة وممتازة. كل يوم جمعة 7 المساء بشكل أسبوعي رح نحكي عن كل الأخبار الهولندية بالصحف بالمحطات وبالسوشال ميديا. رياس شو كل جمعة 7 المساء. فريق العمل دايماً عم يقدمكم الأفكار اللي أنتوا بتطرحوها مناقشة نحن وأنتوا سوا. تابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك رياس شو. رياس شو على تلفزيون صوت ودبي. رياس معكم وبودعكم تبقوا بألف خير.